اليوم كنقولوا تغيرات مناخية في تونس، نقولوا ارتفاع درجة الحرارة ونقص كمية الأمطار اللي خلي كمية الماء المخزن أقليل برشا. تونس كانت من قديم الزمان مشهورة بكثرة عيونها وغزارة المياه اللي فيها، أما اليوم تونس ولات من بين البلدان اللي تشكو من نقص كبير في الموارد المائية. ومن بين الأسباب هي أنه عنا سنين نستهلكوا في أكثر من اللي أرضنا قاعدة تخزن فيه من الماء. بما أنه الفلاحة هي أكثر قطاع يستهلك في الماء، قام المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بتطوير تطبيقة الري الذكي مابيا. وهذا في إطار مشروع تنموي بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتونس والتعاون الألماني وبالتعاون مع المركز العالمي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا، حيث تم القيام بتجارب ميدانية باستخدام تطبيقة مابيا للري الذكي واللي لقات نجاح كبير عند الفلاحة. التطبيقة هذه تقوم على برمجيات دقيقة باش تحسب وتخطط لكل فلاح قداش وقتاش يسقي حسب عدة معطيات. أهم المعطيات اللي تاخذ بعين الاعتبار هذه التطبيقة اللي هما المعطيات المناخية. على ذلك قمنا في عدة مناطق نخدم عليها بتركيب محطات مناخية اللي تقيس معطيات دقيقة. بعديك فما تاخذ زيادة بعين الاعتبار خصائص التربة لكل قطعة أرض مزروعة لدى الفلاح. بعديك نمشيو ناخذ خصائص النباتات، وزيدا أهم حاجة تاخذها التطبيقة هي إتاحة الماء لدى الفلاح، لا ديسبونيبيليتي دو لو دون شاك إكسبلوتاسيون داغريكولتور، وخاصة اللي توا عندنا مشكل كبير في ندرة المياه والتغدو في المناطق السقوية. نخدموا على 5 زون في جندوبة، بوسالم تحديدا، قاسرين، في الكيف عندنا 3 زون في الكيف، سرسع بيدا وثراورتين، ونخدموا في القروان في السبيخه، وهذه مناطق بالحق اللي تعاني من نقص المياه وتعاني خاصه من التغيرات المناخيه اللي قاعد نشوفها اليوم. عندنا 130 فلاح اللي قاعدين ياخذوا في ليزاليرت ديغيغاسيون بوغ ليزيكسبلوتاسيون تاعهم. قمنا بعدة تجارب على ذل عامين قاعدين نجربوا في هالبرمجية مابيا اللي وفرنا بها الماء من 7 حتى 46% لدى الفلاحة، ومش هكاكا وكهو، بالعكس فما زيادة في الإنتاج والجودة ولات خير. نظرا للتغيرات المناخية الموجودة في المنطقة ببوسالم، ونظرا لعدد الفلاحين اللي يزقوا في الماء العشوائي، ونظرا لبعض النقص الفادح في بعض السدود بمعتمدية بوسالم، ونظرا لقلة الأمطار الموجودة في منطقتنا هذه، ولهذا السبب جتنا التطبيقة تاع مابيا اللي هي ساعدتنا كثير بالكدية للفلاح من ناحية الاقتصاد في الماء، ينجم يقتصد الكثير والكثير من ناحية المردودية، من ناحية الإنتاج. التطبيقة هذه نحبوا نعموها بالشراكة مع التعاون الألماني ولينات، إن شاء الله معناها مع بعضنا اليد في اليد نحاولوا التطبيقة هذه نطبقوها على أكثر من فلاح ونعموها. لماذا ما نعموهاش على كاملة الجمهورية التونسية؟ ننشط في إطار مجمع فلاحات السرس. مجمع فلاحات السرس يتكون من حوالي 50 مرأة فلاحة. كنا من الناس المحظوظين إن تعاملنا مع الجروب اللي يخدم في على الابليكاسيون مابيا. بالحق الابليكاسيون هذه خلتنا فرحانين برشا، خاطر تعلمنا منها كيفاش نستغلوا الماء متاعنا، تعلمنا منها كيفاش يكون المنتوج متاعنا أقل كمية ماء بجودة عالية وبكونتيتي كبيرة. وقتاش نجمنا معناتها تكون فرحتنا بيرزة، وقتاش حسينا بنجاحنا بقيمة الابليكاسيون، نهار اللي حضر المنتوج متاعنا عرفنا قيمة اش معناتها الابليكاسيون، اش معناتها انك توفر ماء، توفر فلوس معناتها في خلاص الضوء، وفي نفس الوقت تكون منتوجك معناتها مربح في الكمية، في الجودة، في برشا حاجات. وهذاك علاش نحن كفلاحات معناتها وكوحدة من مجمع فلاحات السرس نحبوا الابليكاسيون هذه تتواصل معانا وتكبر وتتعمم أكثر، خاطر بحكم نحن نعرف اللي ولاية الكيف قاعدة تشهد معناتها في الوقت هذا نتاعنا معناتها مونك دو، نابدو نتاعنا قاعدة تطيح، قاعدين نعانوا، أبيرنا معناتها فما شكون نقص حتى في الثلث وأكثر حتى
برشا اكثر حتى من النص. على فكره مع الابليكاسيون ما بيان خدمنا برشا منتوجات، خدمنا في الزراعات الكبرى، في العلفيه، في الطماط، في كل شيء، وكانت النتائج معناتها نتائج بالحق مفرحه. نظرا لشح وندره المياه بالمنطقه ونقص المياه بالسدود والبحيرات الجبليه، وخاصة في أوقات الذروة نضطر أن نحن نعتمد طريقة الري على ثلاثة مرات، معناها دور تور دو ثلاثة مرات سنة بعد اعتماد تطبيق مابيا، اعتمدنا تور دو على مرتين، ونجم نقولوا أن كمية المياه الموجودة ببحيرة ويد اللوح مخزون جيد ينجم يكمل لنا البطاطا الآخر فصلية. الفلاح اللي يخدموا معايا اعتمدوا تطبيق مابيا، مينيميزي لو كو دو بروديكسيون، وزاد الماء توفر بصفه كبيره، وان شاء الله يعتمدوها بالنسبه للناس الكل وتتعمم على الفلاح الكل. انا استفدت من التجربه هذه نتاع مابيا اني انا كفلاح نوفر وقتي، نوفر الماء، كميه الماء، والإنتاج روعة يعني خارقة للعادة. توفير لليد العاملة، توفير للمصروف اللي باش نصرفه أنا، نلقى روحي في البارسيلة ذيك صرف أقل فلوس وأكثر إنتاجية وأقل ماء وأقل وقت. إن شاء الله ربي يوفقنا وراي فكرة ناجحة، وإن شاء الله توصل للشباب ويتعامل معها الشباب، وإن شاء الله فلاحتنا من حسن إلى أحسن.